لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله وده يرد بعقله وده ينكر بعقله يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر. مرحب بكم أعزائي مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل، وما زلنا بننقل لحضراتكم أحداث وقائع معركة أين الله الجزء 57، وعنوان حلقتنا النهاردة ألا لو الحقيقي معناه الله أصم عند الأشاعرة. شفنا في الحلقة اللي فاتت إزاي الأشاعرة بعد ما هذبوا مذهب المعتزلة على مزاجهم دخلوا في مواجهة مع غلاة الحنابلة الوهابية. فأول حاجة شفناها إنهم قالوا الأعلى صفة الرب، واسم الله الأعلى اسم ذات، فمدلول الاسم يدل على الصفة، يعني تكون صفة ذات يعني المفروض علو حسي، هو الأعلى اسمه كده وصفة ذاته كده. لكن هم راحوا قالوا إيه؟ لأ، المراد بالعلو العلو بالقهر والاقتدار لا بالمكان والجهة لتنزهه عن ذلك، وإنه يجب تنزيه ذاته تعالى وصفاته جل وعلا عن النقائص. واعتبروا إن إثبات العلو الحقيقي لله أو إثبات علو ذات الله ده من النقائص، ويجب تنزيه الألفاظ الموضوعة عن ذلك عن سوء الأدب والذهاب بها مذهب المجسمة والمشبهة. وكمان من أثبت المكان لله ده بيعتبر كافر. في حلقة النهاردة نكمل مواجهة الأزهر مع غلاة الحنابلة الوهابية، ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي للشيخ جيل صادق هيقول. نقول في السجود سبحان ربي الأعلى، معناه سبحان ربي الذي هو أعلى من كل شيء قدرا ومكانة سبحانه وتعالى، وليس المعنى أن الله تبارك وتعالى عالي بالمكان والحيز والجهة. وإليكم ما يقول الإمام القرطبي في تفسيره المسمى تفسير القرطبي. هذا القرطبي توفي سنة 671 للهجرة. في هذا الكتاب الجزء 18 من طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية سنة 1424 هجرية، في الصحيفة 141 يقول: ووصفه تعالى بالعلو والعظمة لا بالأماكن والجهات والحدود لأنها صفات الأجسام. وزي ما شفنا الشيخ جيل صادق وهو بيقول ان معنى اننا بنقول في السجود سبح اسم ربك الاعلى يعني سبحان ربي الذي هو اعلى من كل شيء قدرا ومكانا سبحانه وتعالى، وليس المعنى ان الله تبارك وتعالى عالي بالمكان والحيز والجهة، يعني ربنا اللي يعني كده ربنا اللي يليق بيه هو ايه العلو ايه المعنوي، علو القدر علو المكانة، لكن العلو الحقيقي ده لا يليق بالله لانه من صفات الاجسام زي ما نقل من تفسير القرطبي. وشوفوا معايا تفسير القرطبي يقول ايه: ووصفه بالعلو والعظمة لا بالاماكن والجهات والحدود لانها صفات الأجسام. لأننا لو قلنا إن علو الله حسي يبقى ربنا بعيد جدا عنا، ولما يكون الله بعيد عنا مش هيشوفنا ولا حتى هيسمعنا، وبكده لما نسبح الله مش هيسمع تسبيحنا ومش هيشوفنا وإحنا بنسبحه، يبقى كده إحنا بنضيع وقتنا ووقت ربنا. وأنا مستغربة بصراحة يعني من الكلام هنا، مين اللي بينتقص من الله لما يقول الكلام ده؟ لو الله في السماء مش هيسمعنا لأنه هيكون بعيد. والكلام ده طبعا يا جماعة موجود حرفيا في مجلة الأزهر، وشوفوا معايا مكتوب إيه في المجلة، نشوف مع بعض على الشاشة. لأن العلو الحسي عبارة عن كونه تعالى في غاية البعد عنا، وهذا لا يناسب استحقاق التسبيح والثناء والتعظيم. أما العلو بمعنى كمال القدرة والتفرد بالتقليق والإبداع فيناسب ذلك. وركزوا معايا لأن العلو الحسي عبارة عن كونه تعالى في إيه؟ في غاية البعد عنا. ده الفكر الأشعري عن الله، لو الله في السماء ده هيكون علو حسي، كده الله هيكون في غاية البعد عنا. الكلام ده في مجلة الأزهر، فالأشاعرة شافوا كده لا يتناسب مع التسبيح والتعظيم،
فأوله العلو وقالوا إنه بمعنى كمال القدرة والتفرد بالتخليق والإبداع. وشوفوا معايا الشيخ جيل صادق وهو بيشرح معنا سبح اسم ربك الأعلى، ونشوف مع بعض. سورة الأعلى مكية، قال ابن الجوزي إجماعا وهي 19 آية. سبح اسم ربك الأعلى، معناه قل سبحان ربي الأعلى. وقال البعض نزه ربك عما لا يليق به، أي انفي عن الله ما لا يليق به كالشكل والصورة والكيف والمكان. والأعلى صفة لربك. قال أبو القاسم في اشتقاق أسماء الله: العلاء الرفعة والثناء والجلال. وقال الخليل بن أحمد: الله عز وجل هو العلي الأعلى المتعالي ذو العلاء والعلو. فأما العلاء فالرفعة، والعلو العظمة. ثم قال الزجاجي: والعلي والعالي أيضا القاهر الغالب للأشياء، وليس معنى الأعلى نسبة علو المكان لله. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وقد تقرر أن الله ليس بجسم فلا يحتاج إلى مكان يستقر فيه، فقد كان ولا مكان، انتهى. وزي ما شفتوا الشيخ جيل صادق وهو بيقول إن معنى سبح اسم ربك الأعلى نزه ربك عما لا يليق به، أي انفي عن الله ما لا يليق به من الشكل والصورة والكيف والمكان. والأعلى صفة لربك، وإن اسم الله الأعلى مشتق من العلاء يعني من الرفعة، أو يعني الرفعة، والعلو يعني العظمة، ومعناها إن الله القاهر الغالب يعني العلو المعنوي، وليس معنى العلو علو المكان لله. وبعد كده راح نقل من فتح الباري لابن حجر، وشوفوا معايا بيقول إيه. وقوله باب قول الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. وقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. بيقول إيه: وقد تقرر أن الله ليس بجسم فلا يحتاج إلى مكان يستقر فيه، فقد كان ولا مكان. وقال ابن بطال: غرض البخاري في هذا الباب الرد على الجهمية المجسمة في تعلقها بهذه الظواهر، وقد تقرر أن الله ليس بجسم فلا يحتاج إلى مكان يستقر فيه، فقد كان ولا مكان. وأول ملحوظة نشوفها إن ابن بطال بيقول إن غرض البخاري الرد على مين؟ على الجهمية المجسمة. وهنا ابن بطال بيسمي الحنابلة الوهابية بالجهمية المجسمة، وابن حجر الأشعري بيقول نفس الكلام اللي قاله الشيخ جيل صادق الأشعري. أو ممكن نقول إن ابن حجر نقل كلام ابن بطال وهو موافق عليه. ومعنى كلام ابن بطال اللي وافق عليه ابن حجر ونقله في شرح صحيح البخاري، إن إثبات العلو الحسي الحقيقي لله هيكون معناه إن الله بيحتاج لمكان يستقر فيه، وده يلزم أن الله يكون جسم. عشان كده ابن حجر وأي أشعري في الدنيا استحالة يثبت لله العلو الحسي الحقيقي. ونشوف مع بعض تعليق الشيخ البراق بيقول إيه. كذا قول ابن بطال: إنما أضاف المعارج إليه إضافة تشريف، ومعناه أن الملائكة لا تعرج إليه حقيقة لأن الله عنده ليس في السماء. وعبر عن ذلك بقوله: وقد تقرر أن الله ليس بجسم فلا يحتاج إلى مكان يستقر فيه، فقد كان ولا مكان. وهو يريد بذلك نفي أن يكون الله بذاته فوق المخلوقات ومستويا على العرش. الشيخ البراد بيرد على ابن حجر ويقول: إنما أضاف المعارج إليه إضافة تشريف، ومعناه إن الملائكة لا تعرج إليه حقيقة، يعني الملائكة لا تصعد إليه حقيقة، لأن الله عند ابن حجر مش في السماء. عشان كده ابن حجر قال إن الله ليس بجسم فلا يحتاج إلى مكان يستقر فيه. وهو يريد بذلك نفي أن يكون الله بذاته فوق المخلوقات ومستويا على العرش. يعني الشيخ البراق بيقول إن ابن حجر بينفي إن الله يكون بذاته فعلو حقيقي فوق خلقه مستويا على العرش، لأن الكلام ده ما فيهوش تنزيه لله. إثبات العلو الحقيقي لله معناه إثبات النقص لله، وعشان ينزه الأشاعرة الله عن هذا النقص مش بيعترفوا لله إلا بالعلو المعنوي، يعني الله له علو المكانة والرفعة والقدرة فقط. ودلوقتي أنا هعمل لكم ملخص لحلقة النهاردة. زي ما شفنا الشيخ الأشعري جيل صادق وهو بيقول
إن معنى إننا بنقول في السجود سبح اسم ربك الأعلى يعني سبحان ربي الذي هو أعلى من كل شيء قدرا ومكانا ووصفه بالعلو والعظمة لا بالأماكن والجهات والحدود لأنها إيه صفات الأجسام. ومجلة الأزهر كتبت لأن العلو الحسي عبارة عن كونه تعالى في غاية إيه البعد عنه، وهذا لا يناسب استحقاق التسبيح والثناء والتعظيم. أما العلو بمعنى كمال القدرة والتفرد بالتخليق والإبداع فيناسب ذلك. وابن حجر قال: وقد تقرر أن الله ليس بجسم فلا يحتاج إلى مكان يستقر فيه، فقد كان ولا مكان. والشيخ البراك رد على ابن حجر وقال: وهو يريد بذلك نفي أن يكون الله بذاته فوق المخلوقات ومستويا على العرش. تابعوني في الحلقة الجاية علشان نكتشف مع بعض عقيدة التنزيه ومين اللي قالها وإزاي ولاة الحنابلة بيردوا عليها، وألتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. ما أنت هترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وتنكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين